انا عايزك تخلي بالك بقى من الرسمه دي. فيها ايه الرسمه دي؟ فيها ثلاث اعمده، وهتقول لك يا سيد متصل بقى سيريوس ولا بارلل، علشان يا جماعه احدد اي باتري متوصله سيريوس ولا بارلل اعمل ايه؟ ابص على اخد واحد سيل منها وابص البوزي بتاعها رايح فين او النيجاتيف رايح فين. يعني بص كده معايا، ده اول واحده اهو، ادي البوزيتيف. بص البوزيتيف ماشي معايا كده، بص يا جماعه كده، تعال نكبرها سنه كده، بص كده معايا، ادي البوزيتيف رايح للنيجاتيف. يبقى واضح ده البوزيتيف رايح للنيجاتيف. طب بص بقى كده، والبوزيتيف بتاع التاني رايح للنيجاتيف التالت. معنى كده يبقى الداله دي متوصله على السيريس، ما دام البوزيتيف مع النيجاتيف وهكذا، والنيجاتيف ده مع البوزيتيف ده، يبقى انت شغال على السيريس. وواضح ان اخر واحده بقى هي الطرف البوزيتيف، واول واحده هي الطرف النيجاتيف، يبقى هذه البتري متوصله على السيريس. خلي بالكم يا جماعه، انا بعرفها ازاي؟ بشوف انا واحده من الباتريز اللي موجوده واشوف متصله ازاي، على اساسها اقدر اعرف اقول لك اذا ده كانت متصله على السيريس او على ايه البر. تمام. طيب تعال نكمل. ميجر ذا طيب فورس اوف ذا الكتريك سيلز بقى متصله على البارل بقى، تعال نشوف على البارل عامله ازاي. قال لك على البارل بتبقى الراجل عمل تجربه، حط الاول دراي سيل واحده طلعت 1.5، قال ماشي، قام حاطط كمان واحده. لا بص بص يا جماعه ازاي بقى على البارل ازاي؟ كل البوزيتيف مع بعضه، الاثنين مع بعضه هو طلع طرف واحد، وكل النيجاتيف مع بعضه برضه طلع طرف واحد، اهو ده اثنين بوزيتيف وده الاثنين نيجاتيف اهو. طيب 1.5 خش بقى، لا 1.5 الله ده ما زادتش، قال لك ايوه. طب نجرب كمان واحده، حط ثلاثه وبرضه هتلاحظ ايه؟ البوزيتيف مع بعضه بطرف واحد والنيجاتيف مع بعضه طرف واحد، الله ده برضه يسير 1.5 ما زادتش، قال لك ايوه. الله ايه الموضوع ده؟ في النهايه بقى استنتج ايه؟ لما تبقى عده اعمده متصله مع بعض على البارل مع بعضها، هيبقى الاي ام اف للاعمده كلها هتساوي الاي ام اف للعمود الواحد. ليه العمود الواحد؟ قال لك العمود الواحد. ويبقى هنا اقول ان هذه الاعمده الاي ام اف بتاعتها الاي ام اف بتساوي الاي ام اف للعمود الواحد. طب ايه لازمته؟ لما ما دام العمود واحد بستخدم 3 و4 و5 ليه؟ ده القصه ثانيه هنقولها بعدين مش دلوقتي، المهم اعرف ان لو انا بحسب الاي ام اف، عشان كده قال لك كونستانت. شوف انا علينا يا جماعه ايه؟ كونستانت بمعنى ايه؟ كل ما ازود النمبر اوف دراي سيلز ولا هتحصل حاجه في الاي ام اف. الاي ام اف هنا هتبقى كونستانت ما بتتغيرش. ده معناها ايه؟ معناها توصيل اعمده على البارل مع بعضها بيعمل ايه؟ بيديني اي ام اف ثابته ما بتتغيرش، وهتساوي الاي ام اف للعمود الواحد، للعمود الواحد. طيب شوفوا الرسمه دي تشبه دي، اهي شبه بعضها بس في فرق كبير. تعالوا اوريك الفرق ايه. هنا كل النيجاتيف مع بعضه طلع نيجاتيف واحده، كل البوزيتيف مع بعضه طلع بوزيتيف واحده، فاداك الاي ام 1.5 اللي هو 1.5، اللي بتساوي القوه الدافعه الكهربيه للعمود الواحد. تعال نرجع تاني نشوفها مع بعض كده. هنا نشوف مع بعض ازاي هوصل على، هنقسم ال 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 البورد نصين، نص السيريس نص. تعال نشوف السيريس، سيريس ادي عمود، ادي الثاني، ادي الثالث، البوزيتيف مع النيجاتيف، البوزيتيف مع النيجاتيف، يديه طرف بوزيتيف وطرف ايه؟ نيجاتيف. تمام. الاي ام اف بتاعتها تساوي ايه؟ السميشن بتاعتها مجموعهم، يعني 1.5 بلس 1.5 بلس 1.5 ايكوال 4.5 فولت، وطبعا بالفولت، واللي بيقيس الكلام ده كله فولتميتر. ويبقى الاي ام اف هتساوي ايه؟ النمبر بتاعهم فيه
الاي ام اف العمود الواحد، يبقى اقول 3 باي 1.5 ايكوال 4.5 فولت، ده لو كان على السيريس. تعالى نوصل دول كده مع بعض، هم همهم على البارلل. اللي بيحصل بحطهم تحت بعض كده، ادي واحد ادي اثنين ادي ثلاثه، ووصل كل النيجاتيف كله مع بعضه وكل البوزيتيف مع بعضه، ويطلع لي طرف بوزيتيف ويطلع لي طرف نيجاتيف، ويبقى الاي ام اف بتاعتي هتساوي 1.5 فولت، يعني هتساوي الاي ام اف للعمود الواحد. مهما وصل بقى على البارل هتبقى الاي ام اف هتساوي الاي ام اف للعمود الواحد زي ما احنا شايفين كده. طيب انا بوصل على السيريوس ليه او على البارل ليه، او بعمل باتري من كولكشن بين الاثنين؟ هقول لك ليه. الهدف الحصول على اي ام اف، قوه دافعه كهربيه انا عاوزها، يعني انا بحصل على قوه دافعه كهربيه مرغوب فيها، انا عايزها بالظبط ايه، ولتكن مثلا عندي 1.5 او سيبر حسب ما انا عايز. طب البروبلم بتيجي فيها ازاي؟ بص معايا بتيجي فيها ازاي. يقول لك انت عندك وليكن 5 باتريز، 5 دراي سيلز، كل واحده فيها مثلا ولتكن الاي ام اف بتاعتها 1.5 فولت. قال لك انا عايزك تستخدم الخمسه كلهم بحيث تحصل مره، شوف بقى، شوف هقول ايه بقى، هتبقى عامله ازاي. مره 1.5، مره 3، مره 4.5، مره 6، مره 7.5. طب ازاي يا عم؟ بس في كل مره لازم استخدم الخمسه باتريز. اول حاجه لو عايز اجيب 1.5، ممكن تاني بس عشان نشرح حته. حاضر، انا عندي خمسه باتريز، ادي واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه، بيقول لي انا عايزك تستخدم الخمسه كلهم في كل مره، في كل مره استخدم الخمسه بحيث تحصل على الاي ام اف المرغوبه عندك. استخدم الخمسه واحصل على اي ام اف بتساوي 1.5، استخدم الخمسه واحصل اي ام اف بتساوي 3 فولت، وهكذا. حاضر، اعمل ايه؟ اول حاجه عشان احصل على 1.5 واضح جدا ان هستخدمهم كلهم على البارل. ازاي؟ هم جاي كده اهو، ايه حاطط الاول اهو، الثاني الثالث الرابع الخامس، ووصل كل النيجاتيف مع بعض، ووصل كل البوزيتيف مع بعض، ويطلع لي طرفين، ادي الفولتميتر اللي هيقيس، هيبقى الاي ام اف 1.5 فولت. ليه؟ لان يعني عندي هذه الاعمده كلها متصله على البارلل، وبالتالي بيكون الاي ام اف بتساوي الاي ام اف للعمود الواحد، وانا عندي كل واحد 1.5 يبقى هيساوي كله 1.5. تمام، يبقى انا عملت كده اول حاجه مطلوبه مني. تاني حاجة عاوز 3 فولت. في كل مرة يا جماعة لما عاوز حاجة تانية بعمل إيه؟ الأول بشغل سيريوس عشان تعوز 3 فولت، يبقى هتوصل 2 على السيريوس. إشمعنى؟ قال لك أصل على السيريوس بيساوي المجموع، وأنت عندك 1.5 مع 1.5 آدي 3 فولت اللي أنت عايزهم. طب وباقي الخمسة حطهم إزاي؟ قال لي حطهم على السيريوس، على البارل اس، حطهم على البارل. ليه؟ لان البارل ما بيأثرش في الاي ام اف، فلو حطيت التلاته الباقيين بالشكل ده اهو، كده اهو، ده مع ده كده اهو، وده مع ده كده، يبقى دول كلهم ب 1.5، ومع 1.5 يطلع 3 فولت، ويبقى كده فاضل واحده كمان اهي، سوري، يبقى كده ادي الخمسه باترز بس الناتج 3 فولت، لان الاربعه دول كلهم على البارلل، فتبقى الاي ام اف لهم الاربعه ب 1.5، ومتوصله ال 1.5 دي مع السيريس مع دي تطلع 3 فولت. طب هنعملها بطريقه ثانيه.
عاوز كام هو؟ يبقى كده خمسة وتلاتة، هات ال 4.5. واضح ان هوصل ثلاثة على السيريس علشان على السيريس بجمع، يبقى مجموعهم 4.5. ادي اللي انت عايزه، بس عندي اتنين باترز لسه ما اتحطوش. قال لي عادي حطهم مع اي واحده على البرل اهو، ادي واحده ودي التانيه بالشكل ده كده. يبقى التلاته دولت على بعض كده مقدارهم 1.5، وكمان متوصله على السيرس مع دي ادي تلاته، ومع دي ادي الاربعه ونص. يبقى كده انا جبت كمان الاربعه، عايز سته. حاضر، واضح ان سته هوصل كام؟ هوصل اربعه مع بعض على السيريس، يبقى مجموعهم كام؟ 6 فولت. اتبقى الخمسه فين؟ قال لك عادي حطها على اي باتري بالشكل ده. يبقى الاثنين دولت ب 1.5 ومتوصل مع دي مع دي مع دي، يطلع 6 فولت. اخر حاجه بقى عايز 7.5. واضح جدا ان هوصل الخمس اعمده على السيريس بالشكل ده، يطلع عن طرف بوزيتيف طرف نيجاتيف، ويبقى مجموعهم 7.5. باختصار يا شباب، باختصار يا شباب، علشان اقدر احصل على قوه دفع كهربائي هو عايزها، اول حاجه افكر ان اوصل تلك الاعمده على السيريس الاول. على السيريس بجمع ده بلس ده بلس ده، في الاخر يطلع لي الاي ام اف اللي هو طالبها. هيكون في عندي اعمده تانية لسه ما استخدمتهاش، اعمل ايه فيها دي بقى علشان استخدمها وما تغيرليش في الناتج؟ يعني ايه؟ انا عملت مثلا 3 فولت اهو، 1 2 دول 3 فولت، ادي 3 فولت، احط اعمده ازاي ما تاثرليش في الاي ام اف؟ اي اعمده تحطها على البرل عندك مش هتاثر في الاي ام اف. لماذا؟ لان في حاله البرل عندي ما بتغيرش في الاي ام اف، لا بتساوي الاي ام اف في العمود الواحد. لو حطيت 50 واحد هنا كده، 50 واحد اهو كده 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 كده، كل ده دول كلهم ب 1.5 لانهم متوصلين على البرل. لكن كل دول بقى ك 1.5 متوصل على السيريس بده، يبقى اجمع القوه دي بتاعت 1.5 مع ده يطلع لي 3 فولت. يبقى اي بروبلم عندي يقول لي اعمل لي باستخدام العمود كذا 4 5 3 2 ايا كان، قال لي عايز منها اي ام اف بتساوي كذا، اول حاجه افكر فيها اوصل على السيريس. بعد ما اخلص وصل على السيريس ابدا ان انا احط الباقي عندي اللي هو طالبه على البدل عشان ما يغيرش عندي. تعال نشوف الكلام ده هنا ماشي ازاي. اهو ادي يا جماعه، ده الاول ايه الكومبارج ما بين الكونكشن على السيريس وعلى البارل اللي هو لا ده الدايركت اسيد دايركت والالترنيتنج، وبعد كده ادي السيريس كونكشن بارل كونكشن. طبعا دي ايه هتقروها تشوفوها بقى ايه الموضوع بتاعها. الاي ام اف اوف باتري بيساوي ام اف للباتريز كونكتد على السيريس بلس الام اف من المتصل على البارل. يبقى الاول اشوف البارل كلها كام، هتبقى بواحده، واجمعها مع السيريس اللي جنبها يديني الكل ايه بتاع هذه الايه الاف. تعال نشوف كده مثال بيقول لك ايه. ا باتري كونسيست اوف 3 سيلز، الاي ام اف بتاعت كل واحده 3 فولت. ماشي، ازاي تحصل منها؟ وصل اول مره سيريس ومره بارل وشوف الاي ام اف بتاعها كام. لما وصل 3 سيريس اهو مع بعض هتبقى بالشكل كده 1 مع واحده مع الثالثه، يبقى في حاله السيريس هتكون ايه؟ هيكون السميشن، يبقى هيساوي 9 فولت. في حاله البر هيساوي ايه؟ هيساوي الاي ام اف للواحده هتساوي 3 فولت. قال لك احسب لي الاي ام اف لهذه الاعمده المتصله عندك دي. حاضر يا سيدي، ايه هي؟ الاول دي الاول نمبر 1 مبدئيا اللي في الوسط دي كده الحبه دول كلهم ب 1.5، ودي 1.5 ولا دي كام؟ لا ده 3 ودي 2، يبقى في الوسط 1.5، يبقى الاثنين دولت ب 1.5 متوصلين. ايه ده؟ متوصل سيريس مع ده، يبقى 1.5 مع 3 يبقى 4.5،
ومتوصل سيريس مع ده، يبقى كمان 2 يبقى 6.5. تمام؟ تاني يا جماعه، انا باخد ازاي المجموعه دي كده؟ الاثنين دول متوصلين على البارلل، الاي ام اف بتاعتهم هي بتساوي اي ام اف للعمود الواحد اللي هو كام؟ 1.5. يبقى كأن الاثنين دولت عمود واحد ب 1.5، وده متوصل على السيريس مع الثري. احنا قلنا في حاله السيريس بجمع، يبقى 1.5 بلس 3 يطلع 4.5، ومتوصل سيريس مع الثاني ده اتنين كمان تطلع في النهايه 6.5. طيب تعالى، ده الثلاثه دولت لما اجي اشوف الاي ام اف بتاعتهم دول سيريس، يبقى بلس ده بلس ده بلس ده تطلع بكام؟ تطلع ب 4.5. ده كله كانه عمود واحد ب 4.5، واللي تحت كمان 1.5 طبعا سيريس برضه 4.5، كان عندي عمودين، واحد 4.5 متوصل بارلل مع 4.5، يبقى هتساوي الاي ام اف العمود الواحد تطلع في النهايه 4.5. تمام؟ طبعا ده الحق. طيب تعالى هنا، منشن ذا ريدنج اوف ذا فولتميتر، يبقى كلمه ريدنج اوف فولتميتر يا اما بوتنشال ديفرنس لو كان في دايره، يا اما لو كان باترز بالزي ده يبقى عايز الاي ام اف. طب عايز احسب بقى هنا، قال لك ايه؟ خلي بالك كل الاي ام اف بتاع كل سيل 1.5. اقول له اه، طب تعالى بقى دولت بتوصلنا على الايه؟ السيريس 1.5 1.5 1.5، يبقى 4.5. هنا الاثنين دولت 1.5 مع بعض لانهم بارلل، متوصلين مع واحده كمان اهي سيريس، يبقى 1.5 مع 1.5 يطلع كام يا جماعه؟ 3 فولت. تمام. هنا ده مع ده ب 1.5 لانهم بارلل، وده مع ده برضه 1.5، وال 1.5 ده سيريس مع ال 1.5 ده، يبقى في الاخر يطلع لي برضه كام؟ 3 فولت. وهكذا بقى يا جماعه الاكزامبلز اللي عندك كل دي بتوضح لك ازاي احصل على قوه دفع كهربيه متغيره حسب ما انا عايز، بس هنا بستخدم عدد اعمده زي ما انتم شايفين كده بالشكل ده. كل دي عباره عن اكزامبلز على الكلام ده. كده يبقى الليسون خلص. طبعا دي نفس الاعمده بس باستخدام الليمون، هي هياها برضه، يعني هنا متوصلين على السيريوس يبقى هتساوي ايه؟ مجموع الاي ام اف ليهم، لكن هنا متوصله على البارل كل النيجاتيف مع بعضه وكل البوزيتيف مع بعضه، يبقى هتساوي الاي ام اف للعمود الواحد. كده خلصنا الليسون تقريبا. لو حابين نحل مع بعض الحصه اللي جايه، اوكي.